السلام عليكم خواتاتي الغزالات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى الفيديو ديال هذا النهار ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. غادي نشارك معكم اليوم الطريقه ديال تحضير البريوات والسيجار بحجم صغير بالحشوه ديال الكاوكاو، اقتصاديه وسهله وكتخرج لنا كميه كثيره. ولكن قبل ما ندوز نشارك معكم الطريقه ديال التحضير، غادي نجاوب بزاف ديال الاخوات اللي كيخليو ليا نفس السؤال بخصوص هاد الورقه هذه اللي كنشارك معكم ديما، مثلا في التقديه ولا في الفيديوهات اللي كنكون غنوجد بهم بحال هكا حشوات مالحين ولا حلوين. كيخليو ليا نفس التساؤل، منين كتشريها وكيفاش كتحتفظي بها لمده طويله؟ البنات موجوده فين ما مشيتو، عند الجزاره العربيه، عند الجزار المغربي، موجوده كتكون بزاف عند المحلات ديال المصريين ديال الاتراك، كتلقاوها بكثره في المحلات ديال الهنود والباكستان والشناوه، حيت كيدخلوها بزاف في الاكل ديالهم. انا كتجيني اقتصاديه عمليه احسن من الورقه ديال البسطيله، حتى الطعم ديالها زوين. كما قلت لكم اقتصاديه البنات، هي راه موجوده من الدقيق ديال الروس. هاد الباكيه الكبيره بحجم كبير فيها 50 ورقه، منتوج حلال، كنشريها ب 3 اورو. وبالنسبه لهاد الباكيه الصغيره حتى هي فيها 50 ورقه، كنشريها بجوج اورو 50. بالنسبه للثمن راه غيختلف من محل لمحل. كما قلت لكم البنات اقتصاديه وعمليه، وسبق لي وجدت معكم بها لي سيجار، البريوات، المالحين، الحلوين، بسطيلات صغار بالحشوه ديال الحوت، بسطيله كبيره، سبق لي وشاركت معكم بها بزاف ديال الوصفات. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ ديالها سهله، ملي كتجبدوها ضروري ما كتخليوها تطلق واحد شويه. اولا بعدا علاش ما كتبانش لكم في المحلات؟ حيت هي اصلا ما كيخليوهاش بعدا مع السلعه، كيديروها في الفريزر عندهم ولا في المجمد، حتى كتطلبوا عليهم عاد كيجبدوها لكم، حيت هكذا الطريقه ديال الاحتفاظ ديالها الصحيحه. حتى انا دابا راه جبتها من المجمد باش نوريها لكم. غادي نرد هذه وغنخدم غير بهاد الباكيه هذه الصغيره. بالنسبه للبنات الطريقه ديال الاحتفاظ بها، ملي كتجبدوها وكتاخذوا الكميه اللي بغيتو، كتسدوها مزيان من البلاصه اللي حليتوها بالسكوتش مزيان، وكتعاودوا تغلفوها بالبلاستيك الغذائي وكتدخلوها للمجمد ولا الفريزر، ولكن ما كتدخلوهاش فشي بلاصه اللي هي عوجه، كديروها نيشه مقاده باش ما كتهرش لكم، وكتبقى محافظه على الشكل ديالها. هذه هي طريقه الاحتفاظ ديالها، راه زوينه البنات، غير الا لقيتوها وجربتوها غادي تعجبكم، حيت كتقدروا تخرجوا منها بزاف كميه كثيره. وكما قلت لكم راه الثمن ديالها اقتصادي. هذا بخصوص الورقه اللي كنستعمل كبديل ديال ورقه البسطيله. بالنسبه للعجينه ديال الفيلو ولا باستا فيلو، متواجده في جميع لي سوبر مارشي تقريبا. البنات اللي كيسولوني ما عدا الليدل اللي ما فيش، كتلقاوها في الكوب، في الكونات، بزاف ديال المحلات، الثمن كيختلف من محل لمحل. باستا فيلو، عجينه الفيلو، راه متواجده البنات، غير ردوا بالكم. صافي، هذا هو هادشي علاش كنت باغيه نجاوبكم. غادي ندوز دابا باش نشارك معكم البريوات اللي مقترحه عليكم اليوم. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج باش نحضر الحشوه ديال الكاوكاو، البنات كيمكن لكم تستعملوا الكاوكاو ولا اللوز، انا اليوم غنديرها بالكاوكاو باش كتجي اقتصاديه وفي المتناول. هنايا عندي نص كيلو ديال الكاوكاو اللي مقشر ومنقي ومقلي، انا كنشريه هكا جاهز، راه سبق لي وشاركته معكم في التقديه. عندي جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي ولا السكر سنيده، ما تكثروش السكر حيت مازال غادي نغطسوها في العسل، انا كنكتفي غير بجوج معلقات كبار ديال السكر كلاصي، تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال القرفه المطحونه، الماء الزهر، غنحتاج تقريبا ما بين جوج حتى لاربعه المعالق كبار ديال الماء ديال الزهر. الورقه من طبيعه الحال انا خديت هذه اللي بالحجم الصغير، غادي نخرج منها بريوات والسيجار من نفس الحشوه، غادي تشوفوا معايا. ومن طبيعه الحال العسل اللي وجدت معكم في الدار ولا العسل اللي كتشريو من السوبر مارشي اللي عندكم. صافي، هادو هما المقادير اللي كنحتاج. غادي ندوز دابا باش نوجد معكم الحشوه هي الاولى. ديت هنايا الطحانه اللي غادي نطحن فيها كلشي، غادي ندير الكاوكاو،
غندير هاد جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي، يطحنوا في نفس الوقت مع الكاوكاو. معلقة صغيرة ديال الملحة هكذا، غادي ندير القرفة معلقة كبيرة ولا جوج معالق صغار، غادي ناخد الماء الزهر غندير منه غير جوج معالق كبار حتى نطحن الكاوكاو ونشوف من بعد. معلقة جوج، صافي غادي نطحنو مزيان حتى يتسحق مزيان ومن بعد نرجع معاكم. صافي هنايا من بعد ما طحنتو غادي نزيد هاد الطريف هذا ديال الزبده، نديرو نيت في الطحانه باش نعاود نطحنو مره اخرى باش تدخل فيه الزبده كامله مزيان، طريف ديال الزبده، وغنزيد واحد جوج معالق اخرين باش تجيني الحشوه معلكه شويه. جوج معالق ديال الزهر، تقريبا كنديرو 4 د المعالق ديال الماء ديال الزهر فهاد نص كيلو هذا ديال الكاوكاو. غادي نعاود نطحنها مزيان في الطحانه ونرجع معاكم. طحنتو مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، كيولي كيتجمع بحال هكا. طحنتو مزيان مع الزبده والماء ديال الزهر، غادي نخلطو مزيان حتى يتعجل ليا مزيان ونشكل منه كويرات. صافي هو بدا كيتجمع بحال هكا. انا بديت البنات كنوجد هنايا، وجدت واحد الزليفه صغيره درت فيها شويه ديال الطحين الابيض دقيق الفورص وشويه ديال الماء باش كنبقى نلصق به الورقه باش ما تحلش، ما نحتاجوش بيض البيض غير الدقيق والماء كافي. الكويرات ديال الحشوه ديال الكاوكاو كنوجدهم على جنب صافي، والورقه ضروري مني تجبدوها من الغلاف ديالها ديال البلاستيك، ضروري ما ديروها في وسط شي منديل باش ما تنشفش معاكم. غادي نقطع معاكم ونوريكم كيفاش كنخرج منها سميطات بحال هكذا. ها نتوما البنات كناخذ كميه من الورقه وكنعبر على المهم هذا الحجم هذا اللي عندي انايا الصغير، كنخرج منها ثلاثة، غنعبر على البريبات الاولي اللي خدمت. كناخذ شي مسطره باش كتعاوننا باش نقطعو بها ولا نقص اللي بغيتو. صافي وكندير هكا وغادي نبدا نقطع باش كلهم كيتقطعوا قد قد. وغادي ناخذ الوريقه الاولى عاوتاني وناخذ بها العبار ونقطع. بحال هكا كنحصلوا على اشرطه متساويه ما كتعذبناش. صافي وغادي نبدا نفكهم حيت كيكونوا ملاصقين على بعضياتهم. غادي نلف معكم وحيده ونوضح لكم حتى الطريقه كيفاش كنلفهم. ها نتوما البنات كناخذ السميطه الاولى كندير فيها واحد شويه ديال الدقيق مع الماء، وغادي ندير على الطريف الاخر بحال هكذا باش تلصق لينا. صافي غناخذ هاد الكويره هادي ديال الكاوكاو نديرها هنايا بحال هكذا، وغادي نبدا نلف البريوه عادي كنزيرو بصباعنا باش تجينا مصمطه مقاده هكذا. نقلب هنايا ونورك على الحشوه باش تمشي لكاع القناه هكذا، ديما كنبقاو نزيرو بصباعنا في القناه هكذا. صافي وكنكملها في اللف، شفتو كتجي الحشوه موزعه على القناه كاملين هكذا. صافي غادي نكملها حتى الاخر بحال هكذا، كنديرو شويه ديال اللصقة عاوتاني هنايا في الاخر بحال هكا باش تسد لينا البريوه. صافي وكنسدها يا اما هكا ولا تخشيوها في الداخل بحال هكا، الا لقينا شي طريف زيت كنحيدوه بحال هكا بالمقص بحال هكا البنات.
بالنسبه للطريقه ديال اللف ديال لي سيجار، كناخذ الورقه كيف ما شفتوا معايا، انا راه عندي الورقه صغيره، وكيف ما شفتوا انا ما كندهنها لا بزيت لا بزبده لا حتى شي حاجه، كنخدمها هكا ناشفه، حتى من بعد كندوز نقليها. صافي هنايا كناخذوا العجينه ديال الكاوكاو، كنشكلها بحال هكا على شكل طولي بحال هكذا. غادي ناخذ الورقه كنلفها المره الاولى والمره الثانيه حتى كتصمت لينا على العجينه بحال هكذا. صافي وكان نجيب هاد الجهه هذه الاولى، نتمنى يكون واضح عندكم، وهاد الجهه هذه هي الثانيه. صافي وكنبقى نورك بصباعي وكنلف وكنضغط على الحشوه في نفس الوقت باش تمشي لينا لكاع القناه بحال هكذا هكذا حتى الاخر. ملي كنوصلوا هنا للاخر ضروري ما غنديروا اللصاقه، ضروري من الدقيق مع الماء. صافي وكنضغطوا بحال هكذا. ها انتم البنات كيجي الشكل ديالهم بحال هكذا. صافي انا غنكمل الورق، ما بقاش عندي بزاف ديال الورقه غير شويه، غادي نكمل كلشي في اللف ومن بعد غادي ندوز باش نبدا نقلي معكم البريوات ولي سيجار. درت الزيت كيسخن، سخنته مزيان. صافي دابا نقصت عليه، وجدت العسل ووجدت الكسكاس اللي غادي تسقطر فيه البريوه. صافي دابا غادي نبدا نقلي، غادي نبدا نرمي الحبات ديال البريوات. ضروري تخليو الزيت كيسخن في الاول ومن بعد صافي نقصو عليه وخليوه على عافيه مهيله باش ما يتحرقوش ليكم دغيا دغيا. صافي غادي ندير هاد القليه هادي الاولى، من بعد ما تحمروا البريوات من الجهات بجوجهم خداو هاد اللوين هذا مذهب، غنصفيهم بحال هكا من الزيت ونديرهم مباشره في العسل. نغطسهم مزيان في العسل باش يتشربوا لينا مزيان العسل. وهنايا غادي ندير القليه الثانيه، غندير هاد لي سيجار هادو. نخليو البريوات في العسل المده اللي غيتقلاو لينا فيها لي سيجار، عاد نحيدوهم باش كيتشربوا مزيان العسل. نحاولوا نغطسوهم مزيان في العسل بحال هكا. غادي نكمل كل شيء ونتلاقى معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال لي سيجار من بعد ما نزينهم هما والبريوات ان شاء الله. بعد ما كملت البريوات ولي سيجار في القلي وخليتهم حتى تشربوا مزيان العسل، صافي صفيتهم وزينتهم انا اليوم غير بشويه ديال الزنجلان. كيمكن لكم تزينوهم بشويه ديال الكاوكاو مهرمش ولا اللوز مهرمش، شويه البيستاج ولا اللوز ايفيلي، المهم اللي عندكم في الدار. درتهم في هاد الزليفات هكا كطبق ديال التزيين، صراحه زويونين هاد الزليفات بالغطايات ديالهم. كيمكن لينا نديرو فيهم بحال هكا سيجار، البريوات، سلو، شباكيات، التمر، بحال هكا في الطاولة ديال الإفطار، زويونين في الشكيل ديالهم. غادي نفتح واحد البريوة باش نوريكم كيفاش جاو حتى من الداخل، وتسمعوا حتى القرمشة ديال الورقة كيفاش جات. كيجيو معلكين من الداخل ومقرمشين من برا، وفيهم داك الريحة ديال الماء الزهر طالعة زوينة. هانتوما كيف ما كتشوفوا، كنتمنى المحتوى ديال الفيديو ديال هذا النهار يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بلي لايك ديالكم بتعليقاتكم اللي كتخليو ليا دائما واللي كتزيد تشجعني. الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي قناه عالم نزهة، ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما ان شاء الله يوصلكم الجديد ديالي. كنقول لكم عواشركم مباركه ورمضان مبارك سعيد. بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. نهاركم مبروك.